أشاد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب المشاركون في أعمال الدورة العادية 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس الدورة الحالية للقمة العربية حفظه الله ورعاه، أشادوا بمبادرة جلالة الملك المعظم في قمة البحرين. وأكد الوزراء إسهام هذه المبادرات المهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة، خاصين بذلك مبادرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام تستضيفه مملكة البحرين، والذي بدأ جلالته بإرساء قواعده من خلال تحركات دبلوماسية عديدة. خالص التهاني لمملكة البحرين على نجاح أعمال القمة العربية 33 والدعاء بالتوفيق والنجاح لدورتها الحالية. أصحاب المعالي والسعادة، أتقدم مرة أخرى بخالص الشكر والتقدير لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في رئاستهم لأعمال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب. اجتمع في المنامة بقلبها النابض بالعروبة وأريج عطرها الضارب عمقا في عباب الخليج العربي، واستنارتها وندى طيبها ودورها المقدر في خدمة التعاون والتضامن العربي، وهي تستضيف دورة جديدة لمجلس وزراء الإعلام العرب نتطلع فيها إلى تعاون واسع وتشاور أوثق وعمل عربي منتج. اسمحوا لي في ظل دورتنا 54 في المنامة أن أهنئ مملكة البحرين قيادة حكيمة وحكومة رشيدة وشعبا شقيقا بنجاح استضافتها للقمة العربية في دورتها 33، وأيضا بمناسبة احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله مقاليد الحكم، الذي وفر في حكمته وعمله الدؤوب لهذا الوطن العزيز عبر عقدين ونيف شروط المنعة والاستدامة والنهضة البحرينية الجديدة المستندة إلى إرث الآباء والأجداد، نهضة بدأت منذ أن رسمت العائلة المالكة في البحرين لهذه الرقعة وهذه الجغرافيا وجها عربيا خالصا ما زال يحضر عطاء ويفيض بالحب والمودات والإنجازات الكبيرة. أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم في الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب في ضيافة عاصمة الإعلام العربي لعام 2024 المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا المنامة في مملكة البحرين الشقيقة. يسعدني أن أكون اليوم معكم في هذا الحدث المهم، ويطيب لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة لاستضافة الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا تستلزم مزيداً من الوعي والموضوعية والمهنية والإصرار على خلق إعلام مهني قادر على مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم من حولنا، ورسم صورة ناصعة عن مواقف الأمة العربية وقضاياها. نشكر مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً على احتضان المنامة لنشاطات قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، آملين أن تحظى جهود مجلسنا الموقر بالنجاح في إقرار ما تصبو إليه تطلعات شعوبنا وبما يسهم بتطور قطاع الإعلام في العالم العربي. أهنئ مملكة البحرين على أن تكون المنامة عاصمة للإعلام العربي لهذا العام، وأن أهنئكم أيضاً على نجاح أعمال القمة العربية الأخيرة التي أولت القضايا العربية اهتماماً غير مسبوق، وتحديداً القضية الفلسطينية، وعلى مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل القضية الفلسطينية، وباعتقادي هذا موضوع مهم جداً، وما تبعه من تحركات لجلالة الملك من خلال زيارته لروسيا والصين ودعوتهم من أجل المشاركة في أعمال هذا المؤتمر، متمنياً التوفيق لكم في كل هذه المهمات.
يسرني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة على استضافة الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب والاجتماع 101 للجنة الدائمة للإعلام العربي. كما أتقدم بالتهنئة لمعالي الأخ الدكتور رمزان النعيمي وزير الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة على توليه رئاسة دورتنا الحالية، متمنيا له التوفيق والنجاح في تسيير أعمال اجتماعنا هذا. ولا يفوتنا ونحن في البحرين الثناء الدائم على الحوار المعتمد خيارا لثقافة التعدد والحوار والاختلاط وقبول الآخر في هذه الدولة الشقيقة، وهو ما ساهم في إغناء حرية المعتقد وتعزيزها في هذا الشرق الملتهب حين كان التطرف سائدا باسم الدين الذي أسيء استعماله في أكثر من مكان، وكان القتل والإرهاب والترهيب لغة. رأينا البحرين تتميز وتنفرد بنهج مغاير لكل تخلف ومناقض لكل محاولة إلغاء أو قمع أو عنف. لقد أشعت كمنارة يسترشد بها في الظلمات، وكمثال يحتذى في ثقافة الحوار وحرية المعتقد والتنوع. وليس غريباً أن نتوقف ملياً عند هذه الميزة، فلبنان يعرف جيداً معنى التنوع والحريات والحوار، ويقدر هذه القيم التي اختبرها خير اختبار. أهنئ مملكة البحرين قيادة وشعباً باختيار مدينة المنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح والتقدم. إخوتي الكرام، لقد ركزت مناقشاتنا خلال هذين اليومين على كل القضايا الإعلامية والاتصالية التي تهم بلداننا وتحقق جزءاً من التكامل العربي المنشود في هذا القطاع، وكل ثقة أن هذه الجهود العربية والبنود التي جرى إقرارها أو مناقشتها ستكون لها ثماراً في إبراز رسالتنا وقيمنا. يطيب لي باسم جامعة الدول العربية ونحن في رحاب مملكة البحرين أرض الخلود والسلام أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام، معرباً لكم عن خالص الشكر على حسن الاستقبال وكرم الوفادة والترتيبات التنظيمية الرائعة لاحتضان هذه الدورة التي نتطلع لتكون رافداً في متابعة قرارات القمة العربية 33 التي انعقدت مؤخراً بالمنامة وخاصة في البعد الإعلامي.